لم تقف التوترات في روسيا على الشق الحربي، لكن عواصف عاتية اجتاحت ساحل روسيا وشبه جزيرة القرم على البحر الأسود وتسببت في مقتل 3 أشخاص وإجلاء أكثر من 350 شخصاً. وتجتاح العواصف منطقة البحر الأسود منذ يوم الجمعة، مضطر حاكمي منطقتي شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول المعينين من روسيا إعلان حالة الطوارئ. كما ذكرت وزارة الطاقة أن سوء الأحوال الجوية تسبب صباح الاثنين في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1,900,000 شخص في مناطق داغستان وكراسنودار وروستوف بجنوب روسيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم. كذلك تجتاح أوكرانيا المجاورة عاصفة ثلجية تسببت بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2,000 بلدة وإغلاق الطرق السريعة.